السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل شرح الخطوات اللي عشان نتعرف فيها على الأنون تبع عشان نعمل identification of unknown. احنا كنا شرحنا قبل مجموعة من الخطوات، آخر إشي شرحناه إنه كيف نعمل تيست عشان نتعرف على الفانكشنال جروب اللي موجودة عندي بالأنون تبعي. هلأ الخطوة اللي بعديها بعد ما نعرف شو هي الفانكشنال جروب بنروح على تيبلز، جداول موجودة بالكتاب. طبعا كل فانكشنال جروب إلها تيبل، وبناء على الميلتينج بوينت أو البولينج بوينت حسب إذا الأنون سوليد أو ليكويد، أنا راح أحصل الأنون تبعي في عدد محدد من المركبات. هلأ بعد الحصر لازم أتعرف على الأنون تبعي بالضبط إيش هو، أي واحد من هاي المركبات اللي حصرتها. عشان أتعرف عليه نعمل إشي بنسميه derivatives، اللي هي عندي حتكون step 8 مننا نعمل preparation of derivatives، نحضر مجموعة من الديريفاتيف. هاي الديريفاتيف بتساعدني إني أحصر الأنون، إني أتعرف بالضبط على الأنون تبعي شو هو من ضمن مجموعة من المركبات اللي حصرتها. وبعد هي عبارة عن شابتر 10 في الكتاب تبعكم اللي في كتاب السيستماتيك، اللي هو ذا بريبريشن اوف ديريفاتيفز. بداية شو هي الديريفاتيف؟ الديريفاتيف هو عبارة عن كومباوند is derived from a similar compound by a chemical reaction، يعني الأنون تبعي بعمل له تفاعل كيميائي حسب الديريفاتيف اللي بدي أحضرها، بناء على هذا التفاعل الكيميائي بينتج مركب جديد مشتق من الأنون تبعي. فهذه هي الديريفاتيف. هذا الكيميكال رياكشن بتتم عن طريق إنه نعمل ريبليسمنت اوف وان اتوم وذ انذر اتوم اور جروبس اوف اتوم، اني مجموعه عندي ذره واحده اني ببدلها بجروب او اتوم ثاني، فبنتج عندي مركب جديد مشتق من الانون تبعي بنسميه ديريفاتيف. هلا شو اهميه هالديريفاتيف؟ الاهميه الديريفاتيف انه انا بعد ما حصرت المركب تبعي أحصل على، بعمل الديريفاتيف بحضرها، بحصل على سوليد كومباوند مادة صلبة. هاي المادة الصلبة بقسل لها الميلتينج بوينت، وبناء على الميلتينج بوينت للديريفاتيف بالضبط بحدد النون تبعي شو هو. أو يعني مثلا أنا حصرت طلع عندي مركبين، هدول المركبين لهم نفس البولينج بوينت صح؟ هلأ كيف إذا طبعا كان النون ليكويد، لو نفرض النون ليكويد وعقصت له البولينج بوينت وحصرته في مركبين، هذول المركبين لهم نفس البولينج بوينت، فأنا كيف بدي أعرف أي واحد منهم أنوني؟ بروح بحضر منه ديريفاتيف، واتفقنا إنه ديريفاتيف هي مادة صلبة سوليد، فدائما منقصلها الميلتينج بوينت. بعد ما أحضرها وأنشفها وأعمل التفاعل الكيميائي وأخلي المادة تبعتي تصير دراي، بقسلها الميلتينج بوينت. بناء على الميلتينج بوينت تبعتي تبعت الديريفاتيف بحدد شو النون بالضبط، لانه كل كومباوند الديريفاتيف المشتقه منه لها ميلتينج بوينت مختلفه عن الكومباوند الثاني. فانا جبت لكم مثال هون على التيبلز، طبعا التيبلز هي كثير كبيره. فمثلا انا كان عندي النون، النون هو عباره عن الكحول وليكويد، وقصت له البولينج بوينت، وبعد ما حصرته طلع عندي في واحد من هدول اربع مركبات تمام. هلأ كيف بدي أعرف الأنون تبعي أي واحد منهم؟ بروح بحضر ديريفاتيف. في عندي هون 3 ديريفاتيفز، عندي الفينيل يورثين، واحد نفثيل يورثين، وأربعة نيترو بنزويت تمام؟ بحضرهم. طبعا هاي الديريفاتيف هلأ رح نشرح كيف منحضرها. منحضرها عن طريق إن المركب هاد الأنون تبعي سوري بعمل له كيميكال رياكشن مع مادة محددة، فبنتج عندي الفينيل يورثين اللي هو الديريفاتيف. بروح أقيس له الميلتينج بوينت. هلا لنفرض أنا قست له الميلتينج بوينت وطلعت الميلتينج بوينت تقريبا 70، فأنا بروح بحكي 70 لقى شو أقرب؟ أقرب لل 68، في النون تبعي حيكون 3 مثل 2 بيوتانول. لنفرض مثلا أنا هذا بالنسبة للميلتينج بوينت للفينيل يورثين، رحت حضرت ديريفاتيف تانية اللي هي 4 نيترو بنزويت، طلعت الميلتينج بوينت أراوند تقريبا 130، أقرب شيء لل 135، فالأنون تبعي هو 3 مثل 2 بيوتانول. واضح بناء على الميلتينج بوينت تبعت الديريفاتيف اللي أنا حضرتها من الأنون حددت بالضبط شو هو المركب تبعي. ف
فهلأ هون إحنا إن شاء الله كل functional group رح نشرح لها مجموعة من الديريفاتيفز اللي بدنا نحضرها منها، وبناء على هاي الديريفاتيف اللي انت ان شاء الله يعني بعد ما نوصل هالخطوة نحضرها ونحدد الانون تبعنا ايش هو. بداية رح نبلش مع الالكحول والفينولز، الهم نفس انواع الديريفاتيف. في عندي 4 ديريفاتيف منحضرهم للالكحول and phenols، اللي هو الفينيل يورثينز، 1 نيفثيل يورثينز، 4 نيترو بنزويت، و 3-5 داي نيترو بنزويت. هلا اول اشي عندي اللي هو اول ديريفاتيف اللي هو الفينيل يورثينز، انه انا الالكحول بفاعله مع الفينيل ايسوسيانات، هذا هو الفينيل ايسوسيانات. هاي البوند اللي هون راح تتكسر، واحدة من البوند اللي هون بتتكسر وبيجي الاو تبعت الالكحول بترتبط هون، يعني اللي هون رح تيجي الالكحول ترتبط مع الكربون اللي هون وهي تنكسر بتعطي هون اتش، فبتعطيني اللي هو الفينيل يورثين، واللي هو عبارة عن ايش؟ عن هذا المركب. يعني يكون عندي هون او ار جروب وهون عندي لان اتش جروب. هاي هي الديريفاتيف اللي بنحصل عليها. طبعا الار هاي بتعتمد ايش رابط عندي بالالكحول، ممكن تكون سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3، الجروبس هون مختلفه. فبناء عليها طبعا كل المركب من الالكحول بدي احضره عن طريق هاي الديريفاتيف حيكون له ميلتينج بوينت محدده مختلفة عن أي مركب تاني. بعد ما أحضره وأحصل عليه بقص الميلتينج بوينت لإله، فبالتالي هالميلتينج بوينت بتساعدني إني أحدد شو الأنون تبعي. هلا الفينول نفس الشيء بتفاعل مع الفينيل آيسوسيانات، اللون بير اللي هون بيهاجم هاي الكربون وهاي بتنكسر بتعطي الأتشون، فبعطيني الفينيل يورثين ديريفاتيف. هاي الديريفاتيف برضو هي اللي بنحصل عليها، هي عبارة عن سوليد كومبوند. تاني اشي اللي هو 1 نفثيل يورثين، نفس الشي بس بدل ما يكون عندي الفينيل ايسوسيانات حيكون عندي 1 نفثيل ايسوسيانات، اللي هم حلقتين مرتبطين مع بعض، مرتبطين مع الان دبل بونت سي دبل بونت او، رح تيجي تهاجم من هون وهي تكسر وتعطيني الان اتش، فبصير هون ان اتش او ار جروب، يكون عندي النفثيل يورثين ديريفاتيف. ونفس الشي للفينول، رح تهاجم الكربون هون تكسر وتعطيني هون NH، وتعطيني الواحد نفثيل يورثين ديريفاتيفز للفينول. ثالث نوع عندي اللي هو 4 نيترو بنزويت، اللي عندي الالكحول او الفينول تنين لهم نفس التفاعل، بنفعلهم 4 نيترو بنزويل كلورايد اللي هو هذا المركب النيترو جروبس مع البنزيل كلورايد اللي هي هون بتكون بارة بالنسبة إلها، بصير عندي ديريفاتيف السي ال، طبعا هي بتطلع وبتدخل الاو ار مكانها، فبعطيني الاربعة نيترو بنزويت و اتش سي ال. طبعا هاي الاربعة نيترو بنزويت هو عبارة عن سوليد كومباوند له ميلتينج بوينت محددة. 3-5 داي نيترو بنزويت، انه بيكون انا عندي حلقة البنزين عندها 2 groups نيترو موقعهم 3-5 بالنسبة للسي دبل بوند او سي ال. الالكحول او الفينول بتفاعل مع 3-5 داي نيترو بنزويت رح يعطيني تطلع السي ال، وبتيجي بتربط هون الاو ار ان كانت الكحول او كانت فينول، فبتعطيني 3-5 داي نيترو بنزويت كومباوند اللي هو الديريفاتيف الاخيره للالكحول، ممكن نقيس لها الميلتينج بوينت ونحصل عليها.